في الوقت الذي تسعى فيه سوريا لإعادة بناء اقتصادها وتأمين أموال إعادة الإعمار، خاصة بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، تم الإعلان عن اكتشاف كنز جديد في سوريا من شأنه أن يدفع الاقتصاد السوري إلى الأمام. فما القصة؟ خلال الساعات القليلة الماضية، أعلن وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور عن وجود ثروات معدنية جديدة في أراضي سوريا. وأكد الوزير السوري خلال حديثه مع وكالة سبوتنيك الروسية أن بلاده تعمل على جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك التوسع في مشاريع وصناعات جديدة. وأشار إلى أن سوريا تعمل في الوقت الحالي على تعديل التشريعات لتسهيل الاستثمار في الثروات الباطنية، خاصة في مناطق تواجد الثروة المعدنية التي يتركز قسم كبير منها في مناطق نائية. وقال الوزير السوري إن هناك 9 فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية تم طرحها ضمن خارطة هيئة الاستثمار السورية، وهي مفتوحة أمام الدول الشقيقة والحليفة لسوريا كموسكو وطهران. وأكد أن هناك تواصل مع الدول العربية والدول الصديقة في مواضيع المشاريع والاستثمار بهذه الثروات، مشيرا إلى أن هناك قيد البحث. وقال قدور إن سوريا تنافس أهم دول العالم بمجال الثروة المعدنية، مشيرا إلى أنها تمتلك البنى التحتية والعمالة المدربة، بالإضافة إلى شبكات الطرق والنقل وشركات المقاولات التي تمتلك الخبرات اللازمة. كل ذلك يجعلها منافسة، وخاصة لدول الجوار. وحول العقوبات الأمريكية التي تم رفعها مؤقتا خلال أزمة الزلزال، أكد الوزير السوري أنها شملت فقط ما يتعلق بالأعمال الإغاثية والإنسانية، ولم تشمل ما يتعلق بالقطاع النفطي والثروات المعدنية. وبحسب الخبراء، فإن سوريا تمتلك خامات متنوعة من الثروات المعدنية الباطنية، الأمر الذي جعلها في موقع الصدارة في مجال صناعات خامات الثروة المعدنية. ومنذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بلغت خسائر قطاع النفط 91.5 مليار دولار، بينما تنتج سوريا نحو 89,000 برميل نفط، معظمها يتم إنتاجه في مناطق سيطرة الولايات المتحدة وقصد. وسبق ووجهت اتهامات للولايات المتحدة بسرقة النفط السوري وتهريبه للخارج لبيعه. وأكدت الحكومة السورية من قبل أن القوات الأمريكية تسرق نحو 66,000 برميل يومياً من المنطقة التي تتواجد فيها شرقي سوريا، إذ تخرج عشرات الصهاريج عبر المعابر غير الشرعية مع العراق. ونهاية العام الماضي، كشفت الخارجية السورية عن حجم الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية على أراضيها، حيث أكدت أنها تبلغ 25.9 مليار دولار، منها 19.8 مليار دولار حجم خسائر النفط والغاز المسروق.